خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر وملف طبعا في غاية الأهمية، وإشادات واسعة من البعثات الدبلوماسية الموجودة للدور المصري عند معبر أرقين. طبعا احنا شفنا زيارة وفد من المنظمات الإقليمية والدولية، وكانوا بيزوروا معبر أرقين الحدودي الجنوبي ما بين مصر والسودان، وتفقد هذا الوفد الخدمات اللي بتقدمها السلطات المصرية إلى الرعاية الأجانب القادمين من السودان. تحياتي لكم ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان. مع استمرار عملية إجلاء المواطنين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى من خلال عملية لها عدد من الخطوات داخل المعبر، تبدأ بأول شيء صلاة الوصول، فور الوصول التأكد والتحقق من أوراق التوثيق والتأشيرات، وبعدها تبدأ عمليات المساعدات الإنسانية والطبية، ثم نذهب إلى المرحلة الأخيرة وهي نقل المواطنين بالحافلات التي وفرتها وزارة النقل إلى أماكن تجمع محطات الأتوبيس والقطارات وأماكن تمركز السيارات. المعبر شهد وفود لعدد من البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول التي تم إجلاء الرعاية من هنا، وأيضا شهد زيارة وجولة لعدد من المنظمات الدولية، بنتكلم عن المنظمة الدولية للهجرة وأيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبنتكلم عن منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف، وأيضا البرنامج الغذائي العالمي. وكان لنا لقاء مع أبرز الحضور من هذه البعثات والوفود الدبلوماسية وأيضا المنظمات الدولية، السيد ماكس شوت رئيس مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بمصر. هنروح نشوف قال إيه عن المعبر والخطوات وكمان الانطباعات الكبيرة عن الجهود المصرية المبذولة عبر المعابر سواء أرقين أو قسطنطين. We are here with the United Nations team, which is composed of UNHCR, IOM. نحن هنا بعدد من الفرق التابعة لمنظمات عديدة بالأمم المتحدة. لدينا انطباعات رائعة عن الوضع هنا في معبر أرقين البري وفي الجهود المقدمة من الدولة المصرية بعدد من المجالات، منها المساعدات الطبية للهلال الأحمر المصري والمتطوعين المصريين. والأمم المتحدة تعمل على التنسيق المستمر لتزويدهم بالعديد من الخدمات، منها مياه الشرب والمواد الغذائية. أود أن أشكر الحكومة المصرية على الفتح المستمر للمعابر أمام جميع الوافدين بالجنسيات المختلفة للقدوم من السودان، وأوصي في هذا الملف بتزويد الخدمات والمساعدات الإنسانية في معبري أرقين وقسطل وفي جميع المناطق الحدودية القريبة من السودان إذا أمكن ذلك. نحن كأمم متحدة يد بيد مع الجهود المصرية لمساعدة كافة الأشخاص سواء من السودانيين أو من الجنسيات الأخرى الموجودين في مصر. ندعم الجميع بكافة المساعدات في طرق ومجالات مختلفة وأنظمة حماية بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لكل الفئات، فتيات وشباب ورجال ونساء، يد بيد مع الجميع. إشادات واسعة من قبل ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء لأكثر من 50 دولة تم إجلاء الرعاية الخاصة بهم عبر معبري قسطل وأرقين. بنتكلم عن الصين، عن تايوان، عن تايلاند، بنتكلم كمان عن جنوب إفريقيا، نيجيريا، وأيضا قبرص واليونان والفلبين والفاتيكان. ولو اتكلمنا كمان عن الشهادات الواسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحقوقية اللي أكدت على الجهود المصرية والمتمثلة أيضا في التجهيزات والمساعدات اللوجستية والطبية، لو اتكلمنا عن الهلال الأحمر اللي بيقدم المساعدات الطبية، حقائب الإسعاف الأولية، وأيضا الدعم النفسي والدعم الأسري من خلال التواصل الأسري بين الوافدين والأسر سواء داخل مصر أو خارج مصر. ولو اتكلمنا كمان عن وزارة الصحة اللي بتقوم بدعم بالعديد من عربات وسيارات الإسعاف الموجودة في معبري أرقين وأيضا قسطل، والعيادات المتنقلة، مراكز الإغاثة الثابتة، وأيضا الفرق الطبية المتحركة في أرجاء المعابر. ولو اتكلمنا كمان عن وزارة النقل اللي بتقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع محافظة أسوان في توفير الشاحنات والحافلات اللي بتقل المواطنين لخارج الحدود المصرية أو داخل المحافظات المختلفة أماكن التجمعات، سواء بنتكلم عن محطات أتوبيس، محطات قطارات، بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات القادمة لأسوان والذاهبة منها.
ولو اتكلمنا كمان عن التوجه إلى جهات مختلفة فيما تقوم به هيئة الموانئ البرية والجفة من زيادة في الأطقم الإدارية لتسهيل عملية المرور أو زيادة في الأطقم الطبية، مجهود كبير جدا بتقوم به الدولة المصرية بكافة الأجهزة والمؤسسات عشان تكون المعابر المصرية بوابات الأمل أمام الوافدين من الأراضي السودانية.